كنا بنتكلم قبل يعني مداخلة سيادة السفير عن التحديات الخارجية ويمكن الأزمات كمان اللي بتمر في مصر، لكن عايزة انتقل للانتخابات ودور الهيئة تفضل. الوطنية للانتخابات. شفنا الحقيقة أنها يعني الحقيقة هي مركزة في أدق التفاصيل. شفنا من اهتمام من كبار السن، اهتمام لذوي الإعاقة، الإعاقات وذوي الهمم. الحقيقة شفنا اهتمام بتسهيل كل الأمور أمام الناخبين. يعني شايف من وجهة نظر حضرتك الدور ده عامل ازاي؟ يعني خليني اقول، هو طبعا احنا بننتقل بالعمل الحرفي او المهني بالفعل لعمل الهيئه، يعني احنا طبعا جربنا قبل كده. اليوم طبعا الهيئه بتقوم بعمل حرفي وبتقدم تسهيلات مباشره حتى في متابعه الخريطه الانتخابيه، مش مجرد الثلاث ايام طبعا بتوع الحدث الانتخابي، كان في قبلها جهد متراكم. طبعا وللامانه اهم شيء انا استوقفني هو موضوع المؤتمرات الصحفيه، ودي مهمه جدا لان انت بتنقلي اول باول لما يجري، وبالتالي هتبقى في سنه ان بعد كده حتى في باقي الخطوات الى الاعلان عن اسم رئيس الجمهوريه الفائز في الانتخابات فيها نوع من الشفافيه. النقطه الثانيه، انا بس طالب من الهيئه امكانيه ان يكون هناك بيانات رسميه تطلع من الهيئه وبلغات اجنبيه، ده مهم قوي. يعني طبعا الهيئه العامه للاستعلامات والاستاذ ضياء رشوان بيبذل مجهود كبير جدا للامانه طبعا وبيتفاعل مع الاحداث، لكن الهيئه مطالبه مش مجرد يبقى مؤتمر صحفي للمراسلين الاجانب، لازم يبقى فيه بيانات، اولا بيانات بلغه اجنبيه، واللغه الاجنبيه ريت توزع على السفارات او تبث على الموقع، ده مهم قوي عشان تشوفي احداث اليوم الاول. طبعا الناس بتتفاعل بسرعه كبيره، بس ده يخدم قوي مش على المراسلين الاجانب بس، على الراي العام الدولي، و يقفل الباب امام اي تعليقات، لان بعض القنوات المعاديه النهارده قالت بعض الكلمات الغير صحيحه وكان لازم يتم التعامل معها، وقنوات ملونه امريكيه واوروبيه، فلازم تتحط الامور في سياقها انه ما يجري في مصر حدث مهم للغايه، مصريين نزلوا بينتخبوا رئيسهم، بينتخبوا المستقبل، في امور كتيره قوي مدركين لطبيعه اللحظه اللي احنا بنقولها. وانا عايز اقول حاجه ربما ما اعرفش حضرتك هتحمليني فيها ولا لا، اللي لا هو طبعا اتفضل. ان احنا مش محتاجين شهادات حسن سير وسلوك من احد، يعني صح. الموضوع ان احنا انه يتم الثناء علينا في اداره العمليه الانتخابيه، لا مصر دوله كبيره، مصر بتدير العمليه الانتخابيه بحرفيه، المواطنين المصريين ما لهمش اوصياء، الاحزاب بتنزل تشارك، المؤتمرات الصحفيه للاحزاب موجوده، في حاله كبيره بتتشكل في مصر الان. انا في تقديري السبب الرئيسي فيها كانت القياده السياسيه، الحوار الوطني، كل القوى السياسيه والاجتماعيه اللي هي شاركت في مصر بصوره كبيره، وسائل المجتمع المدني، احنا كل واحد فينا في اطاره بيقدم دور في هذا. انا اعتقد علينا ان احنا نستثمر هذا المناخ الكبير، الدوله بتبذل مجهود كبير جدا واجهزتها بتبذل مجهودات كبيره، عايزه تتحط في سياق مباشر تبقى في منظومه واحده. احنا بنتكلم على مرحله جديده في الدوله المصريه بعد انتخابات الرئاسه، بطبيعه الحال في انجازات تمت خلال الفتره الماضيه، مشروع وطني متكامل، مش عايز اخصص مشروع بس، انا وقفت قدام حاجه مهمه قوي والصوره بتهمني قوي، الصوره البصريه، ان المقرات اللي اتعملت في الارياف دي ثمرت ما جرى في مبادره حياه كريمه، ان انت شايفه داخله المدارس في مناطق في الارياف بعيده جدا وتبصي عليها، ده ثمرت، شوفي وكانوا الطرق مهمشين يعني شوفوا قرارات كبيره. من المقرات اللي مش بهذا الشكل، لا الطرق مرصوفه كويس، طبعا الناس واقفه، المقرات شكلها، ده ثمرت مشروع واحد اسمه مشروع حياه كريمه للناس، قالت الناس كسبت ايه، الريف اتغير، المواطنين في اللجان واقفين. فانا بقول ان ده امر طبيعي لدوله كبيره، ده شيء مهم جدا ان العالم يبص النهارده على مراكز اقتراع في نجوع مصر تليق بالدوله المصريه، الناس بتنتخب وهي عارفه بتعمل ايه. القضاة طبعا احنا لازم نقول النقطه دي، القضاة بيبذلوا مجهودات كبيره عشان المشهد يخرج بهذه الصوره، ما كانش فيه مخالفات امبارح بالمناسبه، كان فيه شفافيه، والهيئه على طول طلعت بيانات، حتى اللجان اللي كانت محتاجه قضاة تم تزويد عدد من القضاة الاحتياطي، فكان في جهد كبير قوي. انا اتمنى بطبيعه الحال ان ده يستمر، طبعا احنا مقبلين على انتخابات محليات وعلى انتخابات بعد كده البرلمانيه، مهم قوي لان ده بيدي لحضرتك خبره في التواصل ونقل الرساله اللي انت عايزه تقدميها للعالم. احنا بقول لحضرتك بنعمل انتخابات تليق بمصر، مش مستنيين حد يقول انتخابات رائعه، لكن للامانه تقتضي ان احنا نقول تقارير الاغلبيه الاجنبيه اللي طلعت، انا الصبح كنت بتصفح حوالي 15 تقرير طالع من مناطق مختلفه، مش عايز اقول اسماء يعني، لكن اغلبهم ان لم يكن كلهم
في تقدير ومفيش رصد لمخالفات والامور ماشيه بصوره جيده للامانه وتقارير جيده ان شاء الله هيطلع تقرير النهارده برضو اليوم الثالث بطبيعه الحال لمجمل العمليه الانتخابيه.